بسم الله الرحمن الرحيم برايمري 6 تحياتي لكم جميعا. النهارده نتكلم عن الفاينل ريفيجن للساينس للترم الاول بتاعنا، والاسئله ان شاء الله هتبقى سهله. لازم اخد بالي كويس قوي 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 انا بحل الاسئله، هتبقى سهله وما فيهاش كلام كتير، ممكن يبقى فيه تكايه صغيره، هم 4 اسئله فمش متحملين تغلط في اي غلطه. هتحل بقلم رصاص الاول، بعد كده تتك بقلم جاف عشان تبقى انت واثق. في حالة وجود انت اختلفت بقلم الجاف على الاجابة وعايز تمسحها، اعمل اكس عليها واعمل خط على الاجابة الجديدة، ما تحطش خطين على اجابتين فالسؤال يعتبر ملغي. تمام. السؤال الاولاني عندنا: the mass of the body on earth. قال لي mass وقال لي body وقال لي earth 20 كيلوغرام، وطلب الماس في اي مكان، اي مكان مون مارس اي حاجة، ماس ثابت كونستنت ما بيتغيرش، فهختار نفس الرقم بنفس الشكل 20 كيلوغرام. واخد بالي وانا ببص على اليونت، لان اليونت ممكن يلعب فيها فيحط لك نيوتن مثلا فتبقى جملة غلط. هي نفس الماس بنفس اليونت، 20 كيلوغرام يبقى 20 كيلوغرام، اخد بالي كويس بالرقم واليونت. في نمبر 2 control involuntary movement، بيتحكم في الحاجات اللا إرادية، هيبقى بالنسبة لنا المدلة أبلنجاتا زي الهارت بيتس والدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم. في نمبر 3 الجاز اللي هو ميكس ويز استرين عشان يعمل فليم اللي احنا بنسميها اوكسي استرين، اللي هي درجة حرارتها بتوصل ل 6500 ديجري، اللي بيستخدمها في كاتنج ويلدنج ميتن في القطع والحامل المعادن. ده كده بستخدم غاز الاكسجين مع غاز الاسترين. في نمبر 4 الميركوري ستيل ليكويد بيفضل في حاله سائله من اول كام لكام؟ من اول نيجاتيف، واخد بالي من كلمه نيجاتيف اللي هي الشرطه دي جزء من الرقم دي 39 تحت الصفر ل 3357، من اول نيجاتيف 39 ل 357 سيليزيوس ديجري. المجموعه الثانيه الاكسجين جاز اوكيوباي اباوت قد ايه من الاير فوليوم في 1 اور 5. عشان افهمها احنا نعتبر ان انا معايا 100 جنيه متقسمه على كام؟ 20، متقسمه على 5 عشرينات. تمام. الاكسجين تقريبا بيحتل، انا عارف ان الاكسجين 21 وعارف ان النيتروجين 78، فتقريبا الاكسجين بيمثل لي جزء من 5 اجزاء من الهواء، لكن النيتروجين بيمثل لي 4 اوفر 5 من الهواء، 4 اجزاء تقريبا من ال5 اجزاء، اكن 100% بتقسمها 5 اجزاء كل جزء ب 20، يبقى كده تقريبا الاكسجين 1 اوفر 5 والنيتروجين هياخد 4 اوفر 5 تقريبا، فيبقى الاجابه بتاعتي هنا تبقى مين؟ 1 اوفر 5. دخلنا على الباك بون كونتين نقط بتوين فيرتيبرا، حته مهمه جدا بيحتوي على حاجه اسمها الكارتليج اللي بتمنع الفريكشن ما بين البونز الاحتكاك. رقم 3 ذات ميتال ذات كونتاكت هيت فاستر زن الالومنيوم، اخد بالي ده سؤال سهل بس عايز اركز فيه، بس اسرع من الالومنيوم هيبقى الكبر، لو قال لي ابطا سلور كنت اخترت الايرن، اخد بالي بكلمه فاستر وكلمه الالومنيوم، اسرع واحد بيوصل حراره الكبر اقلهم الايرن، الالومنيوم وسط، اخد بالي اذا كان طالب فاستر ولا سلور. رقم 4 اوبجكت اون ذا مون وود بي، اكيد وزني على القمر هيبقى less than earth، اكيد اقل. respiration and the combustion process consume، طالما كتب كلمه consume و respiration فالrespiration تنفس والcombustion احتراق، اكيد بيستهلك غاز الاكسجين، يستهلك يعني بيبقى محتاجه عشان يشتغل بيه. طب هيطلع ايه؟ لو كتب كلمه produce كنت ساعتها اخترت كلمه مين؟ carbon dioxide اللي هي ديت، لكن هنا كتب كلمه ايه؟ consume، اخد بالي الجمله كويس، هو بيقول لي consume ايه. الرفلكس اكشن، الرفلكس اكشن عندنا مين بيتحكم فيه؟ السباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي، اللي احنا لو نفتكر ان كان الجري ماتر فيه موجود على شكل حرف اتش ومتحوط عليه بمين؟ الوايت ماتر. نمبر 3 ميجرينج يونت هيفي ماس، انا عايز يونت وهيفي ماسز هيبقى بالنسبه لنا كيلوغرام. اخش على رقم 4 الليكويد يوزد ان ميكينج ثيرمومتر هيبقى ماده الميركوري، وطبعا احنا فاهمين اهميتها كويس. اخش بعد كده على الموديل الثاني، الموديل الثاني بيبدا معايا بيسال على الهاندلز اوف كوكينج بوتس، اخد بالي الهاندلز اوف كوكينج بوتس هيبقى ساعتها الوود او بلاستيك. الكاتاليست اللي هستخدمه في تحضير الاكسجين ده ماده اسمها مانجانيز دايوكسيد، واحفظ اسمها كويس عشان دي اسمها علمي مهم قوي. الويت اوف ذا بودي ميجر، لما احب اقيس الويت اقيسه بايه؟ ما عنديش الاحتمال واحد بس اللي هو السبرينج سكيل، طالما الويت
النمبر اوف سباينال نيرفز، اركز في الحته دي كويس جدا جدا جدا. السباينال نيرفز اللي انا عارفه عنها ان عددها 31 بيرز، يعني 31 زوج. طبعا هو ما كتبش كلمة بير هنا، لو خدت بالك كتب كلمة نيرفز على طول. طالما ما حطش كلمة بير يبقى لازم انا افكر بفكر مختلف. ال 31 بير دي اعملها باي 2 يعني هتبقى كام؟ 62. كتب بيرز اكتب 31 بيرز، هو كاتب بيرز اقوم حاطط 31، ما حطش كلمة بيرز يبقى هاخد 31 اعملها باي 2 فيطلع لي كام؟ 62. اخد بالي بالحتة دي كويس جدا. احنا عندنا نوعين من انواع الاعصاب، كرينيال، كرينيال نيرفز، كرينيال نيرفز، ودي عددها لو تفتكر كان 12 بيرز، ما كتبش كلمة بيرز هيبقى عددها ساعتها 24 نيرف. اخد بالي بس بكلمة بير 12 بير، ولو ما كتبهاش يبقى هو ساعتها كاتب كلمة كام؟ 24 نيرف. يعني عدد العصب اللي هي السباينال عددها 31 بير، ما كتبش كلمة بير يبقى هعمل باي 2 الرقم يبقى 62. اخد بالي بالكلام ده كله مهم جدا، كلمة بير هتفرق. طيب الماس اوف ذا بادي اون ذا مون كان ب 200 كيلو جرام، طلب الماس على الارث، الماس ثابت زي ما اتفقنا. خد بالك اداني خدعه في بي انها 10 نيوتن واداني في دي انها 10 كيلو جرام. طبعا انا اختار كلمه 10 كيلو جرام وعيني على اليونت، الماس بيعتبر كونستنت مش بيتغير. الفايف سنسيشن سنترز، مراكز الاحساس الخمسه موجودين فين؟ موجوده عندي في السيربرام. اولا انا بسميه سيربرال هيمسفير، بنسميه سيربرام او بنسميه تو سيربر هيمسفير، الاثنين صح بس خد بالك كويس. موست ابدون جاس ان اير، اكتر غاز موجود في الجو، اكتر غاز موجود في الجو النيتروجين ويليه الاكسجين بعد منه. ده كده نسبته كانت 78%، وبفكرك بالكلام ده. الزيرس اكونستريكشن، الكونستريكشن مشهور جدا جدا انه موجود في مين؟ في الميديكال ثرمومتر اللي هو بيمنع نزول الميركوري بشكل سريع، فانا اقدر اخد القرايه بتاعتي مظبوطه. موديل 3 اف ذا ويت كان 60 نيوتن ان ايرث وطلب مني الويت على المون، طالما طلب مني الويت على المون هيبقى اقل، اقل كام مره؟ اقل 6 مرات، يوم اخد الرقم ده اعمله ديفايد ديفايد 6 على طول فيطلع لي الاجابه بال 10. 10 ايه بقى؟ اخد بالي 10 نيوتن. الشولدر جوينت يعتبر من الحاجات اللي هي تعتبر وايدلي، وايدلي او بيسموه فريلي موفبل، يعني واسع الحركه بيتحرك في اتجاهات مختلفه عديده. تمام. الماكسيمم ديجري اوف سيليزيوس ثرمومتر ريبريزنت، اعلى درجه في السيليزيوس هي 100، وال 100 دي بتمثل لي البويلينج، بويلينج بوينت اوف ووتر، درجه غليان الميه. جاز كونسيوم ان ريسبيريشن، الغاز اللي بستهلكه في عمليه الريسبيريشن والبيرنينج، فانا بستهلك غاز الاكسجين. نيوتن ويت، نيوتن از ا ويت اوف ا بول اوف ماس، نيوتن، نيوتن ده بيساوي weight of 100 جرام، يعني كل واحد نيوتن بيمثل لي 200 جرام ماس، يعني لو انا قلت لك 2 نيوتن يبقى ده بيمثل لي 200 جرام ماس، يساويها كماس 200 جرام، 1 نيوتن يساويها كويت ماس 100 جرام. النمبر اوف كرينيال نيرفز، اخد بالي بس السؤال، كرينيال نيرفز عددهم كام بيرز؟ كام بيرز؟ يبقى 12 بيرز. طب شايل كلمة بير دي وكتب نيرفز على طول، يبقى ساعتها كنت هاخد 12 باي 2 يبقى ساعتها يبقى 24. اخد بالي بكلمة بيرز في الحتة دي عشان السؤال سهل وخسارة ذيعة. Which of the following can obtain on adding dilute hydrochloric acid على calcium carbonate؟ أنا كده بحضر الكربون دايكسايد، أحفظ السؤال كويس بإجابته كويس. Hydrochloric acid plus calcium carbonate يدينا carbon dioxide. الاوبريشن نمبر 4 اللي فيها الثرمومتر بيعتمد على ايه؟ الثرمومتر بيعتمد على تشينج ليكويد فوليوم مع تشينج التمبريتشر، اسخن الماده يحصل لها اكسباند، تبرد يحصل لها كونتراكت كش، فبيحصل تغير في الليكويد فوليوم مع تغير درجه الحراره. في المجموعه الاخيره في الصفحه ميجرنج يونت اوف ماس اللي هي تقريبا بتساوي 1 بيبر كلاب، بتساوي وزن يعني دبوس ورق، يعني حاجة خفيفة جدا، فبستخدم كلمة الجرام من ده ماس، لكن لو حاجات كبيرة كان هيبقى كيلوجرام. فرقم 2 instrument used to measure temperature of liquid، الجهاز اللي استخدمه عشان يقيس درجة حرارة الليكويد مشهور جدا جدا عندنا بالسيليزيا ثرمومتر، طالما قال measure temperature وليكويد.
رقم 3 all the following are bones of lower limbs. اللور limbs عندنا فيها ثلاث حاجات، بس خد بالك انه حط كلمة except. فعندنا في عظمة الثيمير، تحت منها في الشافت بون، بعد كده الفوت بون اللي هما A و B و C. except يبقى انا هدور على حاجة مختلفة، فهختار كلمة forearm bone لان ده جزء من الابر limbs. النيتروجين مولوكيول بيتكون من كام نيتروجين اتوم؟ طبعا بيتكون من 2. دايما نكتب النيتروجين N2 زي الاكسجين، ده معناه ارتباط 2 اتوم نيتروجين سوا. موديل بعد منه المنجنيز دايكسايد، بستخدمه في بريبير ايه. المنجنيز دايكسايد ده هو كاتاليست، الكاتاليست كنت بستخدمه عشان استخدمه عشان اعمل ايه، احضر بيه الاكسجين والووتر. كنت بجيب حاجة اسمها هيدروجين بيروكسيد، افكرك بس بكلمة الهيدروجين، هيدروجين بيروكسيد، وده كنت بجيبه مية الاكسجين اضيف عليها الكاتاليست اللي كنا بنسميه مانجانيز داي اوكسايد اللي هو الكاتاليست، تمام، اللي هو بيتكلم عنه. فبيحضر معايا مين؟ الاكسجين، ويحضر معايا مين؟ الووتر كمان. المنجنيز دايكسايد ده كان بنسميه كاتاليست لو تفتكر الجملة كويس، تمام. خلاص انا كده اخترت وفهمت وشرحت الموضوع. في رقم 2 السنترز اوف ثينكينج والكونسنتريشن، اماكن التفكير واماكن التركيز، كل الكلام ده موجود في التو سيربر هيمسفير اللي احنا اتفقنا احنا بنسميه سيربرام. في رقم 3 الجرافيتيشنال فورس، تمام، بالنسبه للديستنس هي علاقه عكسيه، يعني لما اجي اتكلم على الويت مع الديستنس علاقه عكسيه. الارض بتاعتنا اهي، كل ما بترتفع لفوق فالمسافه بتزيد، يحصل العكس على طول في الجرافيتي، كل ما هنزل لتحت المسافه بتقرب، يحصل العكس على طول، المسافه تقرب يعني تصغر، الويت يزيد، هم عكس بعض. علاقه الديستنس بالارث جرافيتي علاقه عكسيه، تمام. الديستنس هنا حصل لها ايه؟ قال الديستنس بتوين اوبجكت اند سنتر اوف ايرث حصل لها انكريز، اختار عكسها على طول، اختار كلمه ايه؟ ديكريز. يبقى الجرافيتي هيحصل لها ايه؟ ديكريز، لما الديستنس يحصل لها انكريز، عكس بعض على طول في الكلام، الديستنس مع الجرافيتي. رقم 4 الماتيريال ذات يوزد ان ميكينج هاندلز اوف كوكينج بوتس، هصنع بيها الهاندلز. هبص على الاجابات هلاقي كلمه مين؟ البلاستيك. اخد بالي وما تسرعش، اسئله سهله بس محتاجه شويه تفكير سنه. نمبر 4 نمبر 1 المجموعه اللي بعد كده اكسهيل، نمبر 1 اكسهيل ذا اير باس ثرو كلير لاين ووتر بيكام توربيد. خلينا نتفق على حاجه عشان افكرك بيها، اللاين ووتر عندنا اسمها العلمي، ما تنساش اسمها، اسمها كالسيوم هيدروكسيد، كالسيوم هيدروكسيد ده كده كلير لايم ووتر، اللايم ووتر النقيه اسمها كالسيوم هيدروكسيد. لما يمر عليها كربون دايكسيد يقوم طارد كلمه هيدروكسيد دي خالص، وداخل عامل حاجه اسمها كالسيوم كربونيت. يبقى الكالسيوم هيدروكسيد بتاعت اللايم ووتر بنتيجة وجود الكربون دايكسيد اللي هو الهواء اللي طالع مني، الاكسهيلد اير دي مقصود بيها الكربون دايكسيد، يتحول لحاجة اسمها كالسيوم كربونيت. خد بالك بالكلام ده كويس، دي حتت مهمة، ملاحظات مهمة. في رقم 2 10 pairs of ribs، أول 10 أزواج من الضلوع كونكتد متصلين من قدام بعض مسمى عظمة الصدر اللي هي استرنم أو بيسموها بريست بون. أول 10 أزواج من الضلوع. بعد كده في رقم 3 التايب اوف سكيل بستخدمه تو ميجر فروت اند فيجيتابل، ما عندناش غير البالانس سكيل او كومن بالانس ده اللي بيقيس وزن الفاكهه. all the following are from properties of mercury، كل عندك من صفات الميركوري كماده بستخدمها في تصنيع الثرمومتر، except ما عدا عيني على كلمه except دي اللي بتغير معايا السؤال خالص. الاجابه هتبقى ان هو give limited extent to measure temperature، بيدي مدى محدود، limited هنا معناها محدود، لا هو بيدي مدى wide، give wide بدل كلمة limited دي، لا بيدي كلمة ايه؟ give wide. فطبعا هدي الكلمة اللي هي فيها ايه؟ خلاف عليها، فده كده الإجابة الصح، لكن كلهم يعتبروا من صفات مادة الميركوري. آخر صفحة معانا في الفوتوسينسيس بروسيس، البلانت ديبند اون ذا بريزنس، في الفوتوسينسيس النبات بيعتمد على غاز الكربون دايوكسيد في انه يعمل الفوتوسينسيس.
رقم 2 if the weight of the body can 2 نيوتن وعايز احسب الماس انا كده افتكر القانون بتاعي الماس عبارة عن weight divide 10. بس في ملاحظة ايه هي ملاحظة؟ ان انا عندي هنا 2 نيوتن فمش محتاج احسب الحسبة دي، يعني الكلام ده هيبقى في الارقام الكبيرة ينفع معي احسن، لكن 2 نيوتن موضوع سهل، انا عارف ان كل واحد نيوتن بيساوي ماس 100 جرام من غير حسابات، 1 نيوتن equal 100 جرام، فمعنى كده 2 نيوتن فاختار كلمة 200 جرام من غير الحسبة دي. الحسبة دي هستخدمها في الارقام الكبيرة معايا اللي هي فيها 20 30 40 نيوتن تمشي معايا كويس، لكن غير كده هيحصل معاك لخبطة. فانا حافظ ان 1 نيوتن تساوي 100 جرام، دخلت في 6 نيوتن وفيما اعلى من فوق هيبقى موضوع اسهل في حساباته بالنسبة لي، او 10 نيوتن فوق هيبقى اسهل. رقم 3 All the following are from substances which are good conductor of heat except عيني على كلمة except، كلهم good conductor except أكيد الول، لأن الول هو بالنسبة لي الصوف اللي هو يعتبر bad conductor of heat. عيني يقول لك كلهم good conductor except. رقم 4 All the following are from component of central nervous system، جهاز عصبي مركزي. جهاز عصبي مركزي أصلا عشان أفتكر فيه إيه، كان فيه البرين وكان فيه كمان السباينال كورد، وطبعا البرين عندنا بيتكون من ثلاث اجزاء سيربرام وسيربيلم ومودولا اوبلنجاتا. تمام، اكسبت هنا هتخليني ادور على حاجه بعيده خالص عن المنطقه، فهختار السباينال نيرفس اللي هي كان عددها من شويه 31 بيرز لو تفتكر الكلام ده. دي كده تعتبر من ضمن البيرفير نيرفس سيستم، جهاز عصبي اللي هو الطرفي اللي هو كان فيه نوعين السباينال نيرفس والكرينيال نيرفس. As a result of low heat through metal، في السؤال ده في اختلاف عليه شوية، انا عندي بعتبر كلمة heat انها حرارة، فطالما حرارة بتجري في المعدن فبختار كلمة expand. تمام، لكن لو كتب heat energy، heat energy معناها عندي انا انها حاجتين، يا اما تبقى hot يا اما تبقى cold، يا اما سخن يا اما بارد. في الحالة دي ساعتها كنت هختار كلمة A عند B، يبقى خد بالي لو كتب كلمة heat بس يبقى انا كده بتكلم على الميتالز بتوصل حرارة. تمام، حرارة سخونية، heat يعني حرارة، سخونية بالنسبة لي فهختار expand. لكن لو كتب كلمة ان هو كتب heat energy فالموضوع كده اختلف، لان heat energy بتمثل لي hot او cold. hot او cold يبقى ساعتها كنت اخترت كلمة A and B اللي هو hot يحصل expand، cold يحصل contract، cold يحصل contract، هكذا. السيربيلم responsible for، السيربيلم وظيفته ان يعمل keeping the body balance، يحافظ على توازن الجسم. ارجع للسؤال اللي فات ده لحظة بس معايا تاني، في الحالة هنا السؤال نفسه مش واضح، السؤال نفسه مش واضح قوي، يعني ممكن يحتمل احتمالين، فهنا ما يجيش سؤال زي ده في احتمالين زي كده، فعشان بس يعني السؤال بيجي مركز على احتمال واحد بس، لو كان غير كده الاستاذ اللي هو متابع معاك بيطلع يصحح لك المعلومه. رجعنا تاني السؤال اللي هو السيربيلم responsible for keeping body balance، اختيار بي. في رقم 3 when glowing magnesium حطيته داخل جار في كربون دايكسايد، لما احطه جوه كربون دايكسايد افكر بس المعلومه، المغنيسيوم لما يشتعل في وجود الكربون دايكسايد المغنيسيوم بياخد الاكسجين وينفصل بيه ويعمل مادة اسمها مغنيسيوم اوكسايد، والمغنيسيوم اوكسايد ده مادة لونها ابيض، وبيطلع الكربون لوحده، الكربون ده فحم وده لونه اسود من مادة اسمها الكربون. فالاختيار بتاعي هنا طالما قال لي element is produced فيبقى عنصر الكربون، كربون خد بالك مش كربون دايكسايد، كربون ده الفحم هينفصل. الكلام ده ما بيحصلش في الاكسجين، المغنيسيوم مع الاكسجين بس بيعمل ماده لونها ابيض وخلاص، لكن الفرق بين الاثنين هي ماده مين، الكربون. اخش بعد كده الويت اوف ذا بودي اون اير سيرفيس كان 2 نيوتن، عايز يحسب الماس، خلاص انا كده الموضوع عندي سهل، انا حافظ ان كل واحد نيوتن بيمثل لي 100 جرام، فمعنى كلمه 2 نيوتن بالنسبه لي بتمثل لي 200 جرام. المجموعه ديت اللور فيكسد بوينت اقل درجه حراره في السيليز الثرمومتر، lower fixed point اقل درجه حراره في السيليزيوس هي الزيرو، والزيرو دي بتمثل لي الفريزنج بوينت درجه تجمد الميه، يعني انا عامله اساسا للميه ب
بيقيس درجة حرارة المية من زيرو اللي هي freezing point لل 100 اللي هي boiling. فرقم 2 regulate movement of the function of the digestive system، بينظم حركة الجهاز الهضمي. مفيش غير المظلة أبلنجاتا، المظلة أبلنجاتا هو بينظمها إنه بيتحكم في الحاجات اللي هي involuntary، دقات القلب، جهاز هضمي، جهاز تنفسي. رقم 3 why to mountain climber، ليه متسلقين الجبال بيستخدموا أكسجين سيلندر في الهايست بوينت؟ أكيد عشان أكسجين فوق أقل، فزيرز less oxygen. طبعا الباقي كله مش ماشي معايا، زيرز قلت النيتروجين مش ليش علاقة، زيرز نو اير ده غلط طبعا، هي زيرز ايه less oxygen in air في الأماكن العالية. لما يكون عندك الماس ب 60 كيلو جرام وطلب الويت، دي مسألة مباشرة جدا، فهعمل ماس باي 10 يعني 60 باي 10، فالإجابة تساوي 600 نيوتن وعيني على اليونت. ملاحظات صغيرة جدا، خليك فاكر ان اللايم ووتر هي اسمها العلمي كالسيوم هيدروكسيد، لو مر عليها كربون دايكسيد هتتحول لحاجة اسمها كالسيوم كربونيت اللي هي لونها ابيض واللي هي مش بتدوب فين في المية ويبان لونها ابيض. كلام جميل. حاجة تانية عندنا ال peripheral nervous system ممكن يكون خط مش واضح، هوضحه لك تاني. بس ال peripheral nervous system ده بيتكون من جزئين، حاجة اسمها spinal nervous، خد بالك من الملاحظات الصغيرة دي، والتانية اسمها cranial nervous. nervous يعني أعصاب. عدد الأعصاب في البريفيرال نيرفس عموما هي 43 pairs كلهم على بعض، خد بالك بس أنا كاتب كلمة pairs تمام، متقسمين هنا 31 pairs متقسمين هنا 12 pairs. لو شلت pairs يبقى الرقم هعمله باي 2 من غير ما أفكر، عدد الأعصاب كلها 43 pairs متقسمين مجموعتين. حاجة تانية الفيرتبرا عندنا عدد الفقرات عندنا هي 33 فيرتبرا من غير كلمة ها بيرس، هي 33 فيرتبرا اللي موجودة فين في الباك بون العمود الفقري اللي هو يعتبر اكسس محور للجسم وبيعمل كمان حماية بروتكتد مين للسباينال كورد. ما عندناش حاجة تاني نقولها كده، خلاص كده ملخص الأحداث. لو عندك أي استفسار ابعتلي على الواتس بتاعي 031-67-28-280، ده الواتس بتاعي. أي استفسار محتاج تفهمه بأي سؤال، صور سؤالك ابعتهولي وهديك إجابة في أقرب وقت. أتمنى تكونوا انبسطتوا، اعمل سبسكرايب للقناة وتابع معايا عشان يوصلك إشعار بأي فيديو ينزلك بأي معلومة، وتابع معايا صفحة الفيس اللي هي فيها امتحانات، وهبعت لك الامتحانات برضو، الامتحانين مهمين جدا هبعتهم لك النهاردة تتدرب عليهم كويس، لان اسئلتهم مهمة جدا ومش هيطلع ان شاء الله منهم الامتحان. وتابع معايا سبسكرايب على القناة وعلى الصفحة بتاعت الفيس، اعمل متابعة لمصلحتك انت. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.